Uh, present his paper for 30 minutes and when we give 15 minutes for Q&A and we all know the circles of the Q&A inshallah ta'ala has been restricted for 90 uh, second per question it's from the brothers both sides left and right and then we go back to the sisters inshallah ta'ala the answer will be for four minutes if the sheikh would like to elaborate on and more answer we'll take it from the free time inshallah ta'ala when uh, in one, one one after the lecture inshallah ta'ala so we'll proceed inshallah ta'ala with the presentation by our beloved dr muhammad al-qatanan inshallah jazakumullah khair assalamu <laughs> alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حياكم الله إخواني الأئمة والعلماء والأخوات الفضليات العالمات واخواني وابنائي طلاب العلم، اسال الله ان ينفعنا واياكم بالعلم وان يزيننا بالحلم وان يجملنا بالتقوى. واحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الجمع الطيب المبارك، ان جمعنا الله عز وجل على هذه الصله والرحميه، فالعلم رحم بين اهله، اللهم ارزقنا الصله والتواصل والتراحم يا رب العالمين. وأتشرف بوجود شيخي وأستاذي شيخنا الشيخ الدكتور أستاذنا الشيخ الدكتور صلاح والأصل هو أن يتكلم الآن مدام أنت هنا لازم تفضل شيخي الله يكرمك فأحمد الله سبحانه وتعالى لكم وحديثنا معا في موضوع سيكون باللغة العربية If you need translation I think you do have a translation or we don't have So we have translation الحمد لله So سيكون موضوع باللغه العربيه وتقبل الله منا ومنكم الصالحات. الموضوع كما ترون هو في العمليات التجميليه او في جراحات التجميل في احكامها وضوابطها الشرعيه. وسيكون الموضوع في التعريفات في البدايه ثم بعد ذلك حكم هذه العمليات ثم ضوابط العمليات التجميليه. وكثيرا ما اجمع ما بين التجميل والتزيين والمؤدى والغرض واحد فكما تعلمون ايها الاخوه والاخوات ان من فطره الله عز وجل الجمال وان من اسماء الله وصفاته انه جميل قال صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال فاذا نحن نتكلم عن الجمال وعلينا هنا أن نعرف وأن نحفظ معنى الجمال وما هو الموافق للفطرة وما هو ليس بجمال وقد يدعى بأنه جمال. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الجمال في الرجال والنساء وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ذكر أن الرجل يحب أن يكون ثوبه جميلا فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله جميلٌ يحب الجمال والله عز وجل يقول قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه و... فهذه الزينه وهذا الجمال كما قلنا له ضوابط كاي عمل من اعمال المكلفين وضوابطها تعود الى النصوص الشرعيه ومقاصد الشريعه والفطره المستقيمه والعقول السليمه التي تحافظ على مقاصد الشرع قد ينحرف الانسان عن الفطره وعن الصراط المستقيم ولا يوجد ربما في تاريخ البشريه مرحله فيها انحراف عن الفطره كما نحن في هذه المرحله التي اسال الله عز وجل ان يصلحنا ويصلحها امين يا رب العالمين بالمقابل فان الزينه لها مقاصد عظيمة وخاصة بين الزوجين وفي قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف المرأة الصالحة بأنها تسرك إذا نظرت إليها التي تسره إذا نظر إليها وابن عباس رضي الله عنه ذكر في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي ولكن نحن الآن نعيش في عصر التفاهة وهناك كتاب أرجو من جميع الإخوة أن يقرأوه اسمه عصر التفاهة أرجو أن يقرأ ومترجم باللغة العربية والإنجليزية لكاتب كندي سبحان الله كأنه يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه وينطق فيه الرويبضه يتكلم عن عصر الذي سنوات سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه سبحان الله لما سئل ومن الرويبضه يا رسول الله قال التافه يتكلم في امر العامه ونحن الان في هذا العصر والعياذ بالله بكل معانيه وأرجو أن يدرس هذا الكتاب وأن يقرأ لأنه يعطي صورة عن عما نعيشه هذه كمقدمة بين يدي تعريف عمليات التجميل الجمال أيها الإخوة كما تعلمون الجمال آه الجمال من الاشياء التي تدل على الكمال والحسن والملاحه وهو ايضا يعني الاصل الانسان ان يسعى اليه فهو في فطرته ولا ولا باس في ذلك ولا ولا مشكله فعندما نقول الان عمليه او العمليات الجراحيه التجميليه فالعمليه هناك العمل في الاصل المهنه والفعل ثم العمليه اصبح مصطلح جديد يطلق على جمله من الاعمال لتحصيل هدف ما عمليه منها العمليه التجاريه، عمليه سياسيه، عمليه ايضا جراحيه. والجراحه الان فرع من فروع الطب يكون العلاج فيه كله او بعضه قائما على اجراء عمليات جراحيه. والطبيب الجراح هو من حصل على شهاده من كليه الطب في علم الجراحه. وتعرف العمليه الجراحيه بانها جراحه يجريها طبيب جراح على جسم مريض والجراحه التجميليه تعريفها جراحه تجمل اشكال الوجه او الجسم وتعمل على اعاده بناء واصلاح بعض اجزاء الجسم عن طريق نقل الانسجه خاصه كما تعلمون ايها الاخوه تطور علم الطب في زمانها وأحكام الطب قديما ليست كأحكامه حديثا كثير من أحكام تتشابه لأنها من الثوابت لكن كثير منها متعلق الآن بعلم من أعظم العلوم وكما تعلمون بأن أهم العلوم حفظ ما يكون به حفظ الأديان أو حفظ الأبدان وهذه حفظ الأديان من الأئمة والعلماء وحفظ الأبدان من الأطباء والجراحين وظيفه الجراحه التجميليه معالجه التشوهات الشكليه والوظيفيه في الجسم من الولاده وبعدها كما تهتم بتحويل الجسم الى شكل اجمل حيث ان غايتها بالدرجه الاولى جماليا اكثر من اهتمامه بالصحه وغالبا ما يكون ناتجا عن عدم رضا الانسان عن شكله الخارجي وهناك اثر كبير للاعلام والفن والقنوات التلفزيونيه لنشر ثقافه الجراحه التجميليه سواء البلاستيكيه او الترميميه. من العمليات الجراحيه التجميليه بعضها معالجه التشوهات الخلقية مثل الشفا والحنك والمشقوق والاصابع الملتصقه والاصابع الزائده وتشوهات الشرايين وعدم بروز الاذن والاذن البارزه وتعديل التشوهات الخلقية في الثدي مثل عدم وجود ثدي لدى المرأة وعدم تناسق الثديين او كبرهما وعلاج الثدي لدى الرجال. ثانيا او نقطه اخرى وعلاج المشكلات الجلديه والبقع وتوابعها، معالجه التشوهات الطارئه بسبب الصدمات في منطقه الوجه او كسور الوجه. وفقدان الانسجه الناعمه في منطقه الجبين والوجه والرقبه، معالجه التشوهات بسبب الامراض كالسكر مثلا، تعديل الثدي بعد السرطان، تعديل شكل العضو التناسلي بسبب تشوه خلقي أو بسبب الولادة جراحة اليد والساعد بسبب أنواعها إصلاح تشوه, إصلاح تشوه طارئ بسبب الحوادث والأمراض والحروب والحروق إصلاح آثار عوامل الزمن سواء في الجلد أو العضاء عمليات تجميلية تعود إلى أسباب صحية مثل شفط الدهون وتقليل النسيج الدهني تحت الجلد وشد البطن عمليات تجميلية بسبب عدم الرضا عن شكل عضو ما مثل تجميل الأنف والاسنان وشد الوجه وتجميل جفن العين، كما ترون كل هذا يعني يدخل في العمليات سواء العمليات الترميميه او الاعمال الجماليه. تعريف الجمال, الجمال، الجمال في اللغه ضد القبح وهو الحسن والزينه. ومنه حديث رسول الله ان الله جميل يحب الجمال واصطلاحا الحسن والملاحه والكمال في الشيء سواء في الصور الحسي او في المعنوي ويكون الجمال معنويا او حسيا لكن مما اعجبني في كتاب القيم الاسلاميه ان مقومات الجمال ثلاثه السلامه من العيوب وحسن التنسيق والتنظيم وحسن التنسيق والتنظيم والنص والتعيين ويمكن ان تعود اليها تحت في كتاب القيم الاسلاميه وقد اشرت اليه في البحث الاسلام كما قلنا يؤيد الجمال ويحب الجمال ويدعو الى الجمال وهذا ثابت والاحاديث والايات في ذلك كثيره بل ان القران اشار الى الجمال في الكون والخلق والانسان وفي وفي كل شيء حتى قال ربنا عز وجل يا بني ادم خذوا سينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين الان حكم العمليات الجراحيه التجميليه ما دام ان هذا الامر متعلق بالجمال المشروع والجمال الفطري والجمال الذي هو من الحسن ومما يؤيده الاسلام فهو مشروع واذا كان من الجمال المتوهم والجمال الذي الذي المصنوع وما وساشير الى بعض من هذا فهو مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وهذه لعلها تعتبر اصل من اصول العمليات الجراحيه او التجميليه، كل العمليات التجميليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عرفجه ابن اسعد اصيب انفي يوم الكلاب في الجاهليه فاتخذت انفا من ورق من فضه فانتن علي فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ انفا من ذهب. والله هذا هذا اصل اصل بكل معنى الكلمه. اول شيء انتن معناه اصابته رائحه كريهه لاستخدامه الفضه. والفضه من طبيعتها يمكن ان تؤدي الى التعفن او الى التخضر. اما الذهب فمن طبيعته انه يعني محفوظ ولا يصدع ولا يصيبه النتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مع ان الذهب حرام على الرجال ومع ذلك اباحه في مثل هذا الوضع فهو اصل وهذا ايضا يعطينا مساله تقويم او تقييم تقييم الضروره والحاجه حتى في التعامل مع قاعده الحلال والحرام. الذهب حرام لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجازه، هل هنا هناك ضروره الى حد الضروره التي اذا لم تفعلها يختل النظام ويقع الانسان في الهلاك؟ لا ليس كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجازها وهذا يعطينا سعه في مسائل العمليات التجميليه. الامام العيني رحمه الله يعلق على هذا الحديث قال ولا يمنع من الادويه التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج وكذا اخذ الشعر منه منه وسئلت عائشه رضي الله عنها عن قشر الوجه ازاله شعر الوجه فقالت ان كان شيء يحدث فلا باس بقشره وفي لفظ ان كان للزوج فافعلي ونقل ابو عبيد عن فقهاء الرخصه في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرا لذلك سنرى ونحن نتكلم عن عمليات التجميليه في شيء من التصادم الظاهري مع حديث النمس حديث الواشره والمستوشره وكيف الفقهاء تعاملوا مع ذلك فنجد مثلا مثلا نساء الصحابيات كنا يلبسن القرط او الاقراط اللي هو الحلق الحلق او القرط معناه انه في خرق للاذن اذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكانت نساء المؤمنات يفعلنه ولم يعترض النبي كما في حديث بلال المعروف. الان ضوابط العمليات التجميليه والزينه عموما، رايت يعني وضعت بجوز عشر ضوابط لكنها الضوابط تحتاج الى مزيد من التفصيل، لكن اخونا الصادق الله يجزيه الخير اشترط علينا عددا من الصفحات فاختصرتها وأنقصت بعضها لم أرسله لكن هناك أشياء كثيرة بحاجة إلى ذكرها لعلي أشير إليه إشارة وعلمائنا ومشايخنا وأئمتنا إن شاء الله هم يعني أهل للشرح والتفصيل أهم ضابط أهم ضابط ألا يرد نص في المنع فإذا ورد نص في المنع فلا بد من أن ننظر إلى النص والنص هل هو معلل؟ غير معلل؟ ثم الاحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، ومن اظهر هذه الاحاديث التي تعتبر من من الاصول في هذا الموضوع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصله والواشمه والمستوشمه، وفي حديث اخر الواشره والمستوشره، وفي حديث اخر المتفلجات لحسن المغيرات لخلق الله، وحديث ابن مسعود في هذا الامر ايضا شرح له تصديقه في في قول الله عز وجل وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عندما اعترضت على هذا حديث امراه من النساء وقالت لم ارى هذا في كتاب الله عز وجل فاشار اليها بهذه الايه. الان هذا الواشر ومستوشر وغاشم ومستوشم دلاله على ان الفاعل والمفعول له او به ايضا مذموم وانه فيه اثم، لكن هل هذا معلل ولا غير معلل؟ هل هناك عله وراء هذا؟ الذي رايته ان كثير من اهل العلم عللوه اما بتغيير خلق الله وهذا اكثر الفقهاء. وهذا اصله في كتاب الله عز وجل ولا يغيرن خلق الله. وايضا ورد في مساله مساله التدليس. كثير من الفقهاء ذكروا هذا على انه من باب التدليس. وهناك من ذكره ايضا على انه من علامات من علامات فجور بعض النساء في ذلك الزمن. وان المقصود منه جلب الانظار لفعل المنكر، وهذا ايضا حسن، وهذا الوجه حسن، فسواء كان للتدليس فالتدليس حرام. سواء كان لجلب الانظار فهذا حرام وهو والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه استعطرت ليشمها الرجال فهي عند الله زانيه فلا يجوز للمراه ان تقصد هذا ولا ان تفعله وهنا احيانا في مسائل المقاصد والنيات اذا كان الامر يحقق المقصد ولو لم تقصده يكون ممنوعا. اذا حقق المقصد ولو لم تقصده ممنوعا او اذا ادى الى ذلك المقصد لابد من الانتباه الى هذا. لأن بعض النساء بيقول لك أنا لا أقصده فنقول له هل يمكن أن يؤدي هذا قصدته أو لم تقصده فإذا مع شيء من الحرص لهذا الذي يعني يدل على موضوع الزور والتدليس أن ورد عن أن معاوية رضي الله عنه أجا جاء إلى المدينة فخطب وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أحدا أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور يعني إذن فيه شيء من التدليس والتزوير وأيضا وفيه أيضا شيء من التشبه في هذا الأمر أشار إليه في حديث أيضا في رواية أخرى فهذا أول أصل الأصل الثاني أو الضابط الثاني تحريم تغيير خلق الله إلا بإذن شرعي وتغيير خلق الله هنا يعني مثلا هناك شيء يظهر انه تغيير خلق الله وقد يظهر على انه اعاده الى خلق الله مثاله انسان له اصبع اصبع زائد او اذنه فيها طول او قصر منفر، هل هذا الان اذا اعدناه الى الوضع الطبيعي هل هذا تغيير خلق الله ام لا؟ الصحيح والله تعالى اعلم انه ليس من تغيير خلق الله. هناك سيدنا قتاده رضي الله عنه وبعض التابعين رأى أنه الأفضل أن الإنسان يرضى بخلق الله وبأقدار الله لكن نحن في زمن الزمن هذا فعلا قد تقع المرأة في حرج قد يقع الإنسان في حرج فما دام شيء زائد عن الخلقة غير غير يعني وليس وليس تغيير خلق الله وانما اعاده الى خلق الله فلا باس في هذا ومثل ذلك مثل ذلك ازاله الشعر عند النساء أو الرجال الذي ليس من طبيعته أن يخرج فهذا أيضا جاز جاز وذكر هذا عن بعض الصحابة والتابعين عن عائشة رضي الله عنها الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل لما قالت أميطي الأذى عن نفسك وتزيني لزوجك الوقت قرب نعم الزينة الجائزة إذا بإعادة الشيء إلى طبيعته وأصله والى أصله أما وذلك الحنفية أجازوا للرجل الأخذ من الحاجبين إذا فحشا إذا فحشا و المرأة أيضا مطالبة أن تتزين لزوجها وأن تعفه في هذا الأمر لكن بالمقابل بالمقابل هناك ما يسمى الآن جمال وزينة لكن هو في الحقيقة من أنواع المثلى، والعلماء وعلمائنا ذكروا هذا المثل كثيراً. المثلى أيها الأخوة هو مش مش تزين، يعني إنسان يضع ثلاث أربع أقراط في في رأسه وفي لسانه وفي أذنه هذا ليس ليس جمالاً ولا ولا زينة. ولا هذا شيء من المثلى كانه يمثل في نفسه و... ويسيء الى نفسه هذا نوع من التشويه والعياذ بالله ولا شك بان هذا حرام قطعا حرام قطعا لذلك وضع هذا سؤال كثير من ابنائنا وبناتنا من بنات خاصه البنت التي تضع اقراط في مواضع الاصل الاصل هذا انه نعيدهم الى الذوق الاسلامي نعيدهم الى الفطره السليمه المستقيمة أن يضع الإنسان في لسانه أي منظر جمالي في هذا وأي زينة في هذا في, في الأنف وفي المنخار عشرة إلى آخره وهنا وهناك هذا ليس زينة ويجب أن يفهم الأبناء والبنات والنساء بأن هذا ليس إنما هذا مثلة كأن الإنسان, النساء كأن الإنسان يمثل في نفسه وهذا ولا آمرنه فليغيرن خلق الله فهي من خطط الشيطان ومقاصده ضابط وجوب الحفاظ على الفطرة نحن في زمن زمن تغيير خلق الله وتغيير الفطرة تغيير الفطرة الرجل صار امرأة والمرأة صارت رجل والعمليات الجراحية لتغيير الجنس والزيادة والنقص والآن نساء بعض النساء مهووسات بالعمليات البلاستيكية والله يا أخوة يعني يجب أن يقوم الأئمة ببناء نوع من الذوق الذوق الثقافي والذوق الجمالي في هذه الامور، حتى عند الرجال، حتى عند الرجال حتى يعرف ما هو الجمال وما ليس بجمال. الان عمليات الشفط والنفخ نفخ الشفايف ونفخ الخدود ونفخ هذا. هذا هذا نوع من من الحقيقه نوع اعوذ بالله ليس من التفاهه فقط بل شيء من السوء الذي يجب يجب ان نعلم نعلم مجتمعنا وابنائنا وبناتنا بان هذا يجب ان يجتنب. ضابط الضروري والحاجي والتحسيني، ايضا هذا ضابط ليس في مساله العمليات التجميليه بل في كل شيء. على الانسان دائما ان يحرص على الضروري وان يفعل الحاجي لانه رفع للحرج والمشقه، لكن التحسيني تحسيني يجب ان ينظر فيه فينظر فيه إذا كان هناك حاجة إلى التحسين طبعا الضروري والحاجة والتحسين مشروع شرعا طبعا الضروري في أعلى الدرجات الحاجة في الدرجة الثانية والتحسين مشروع ومقبول لكن يجب التحسين أن لا يتعارض مع ما هو أهم منه قضايا الصحة قضايا تأثير على, على الإنسان وعلى, وعلى صحته فاذا لا باس انه الانسان ما دام شيء ضروري او حاجي او تحسيني ان يكون مقبولا مع فهم ان التحسين والحاجي والضروري في اصله طبعا مشروع الضروري وهو الذي يعني من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال حفظ الحاجي كذلك والذي يكون فيه الدفع دفع لمشقه زائده بينما التحسيني وهو الذي يتفق مع محاسن العادات، عادات المسلمين، عادات الناس وليس مع عادات اهل الانحراف والزيغ والباطل. قاعده الحلال والحرام، اخواني ما احله الله فهو حلال وما حرمه الله فهو حرام. وهذه القاعده ايضا هي تعود الى اصل ان الحلال والحرام بيد الله عز وجل، فالذي يحلل ويحرم هو الله. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام. والعلماء إنما إذا قالوا هذا حلال أو حرام إنما يكشفون عن حكم شرعي يعود إلى دليل شرعي ونص وأصل من الأصول ولا يقولون هذا من عندهم ف... لكن بين الحلال والحرام الأمور المشتبهات والاشتباه إما يكون في الحكم أو يكون في الحال إما أن يكون في الحكم وكالمسائل والأعيان التي يتجاذبها أصلاً حاضر ومبيح، الثاني اشتباه في الحال, الحال. كمن وجد شيئا مباحا في بيته فهل يتملكه بناء على انه داخل في المملكه او يخرجه بناء على انه مال الغير وهذا الاشتباه امر نسبي وعلى الفقيه عندما يفتي ان يعرف ان هذا الامر هل هو في دائره الحلال او دائره الحرام او في دائره الاشتباه، ودائره الاشتباه الاصل فمن وقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ولكن ولكن اذا كان الامر مبناه على اختلاف العلماء فهو باب السعه كما ذكر ابن القيم رحمه الله عليه بان الصحابه ما اتفقوا عليه فهو حجه قاطعه وما اختلفوا فيه فرحمه واسعه فاذا كان هناك اختلاف في المساله فلا باس ان يتوسع الفقيه اذا كان هناك مجال الاصل في الاشياء الاباحه حتى يقوم الدليل على التحريم ايضا عندما يفتي المفتي في هذه المسائل وفي غيرها فلينظر هل هي هل هي من قاعده الاباحه وانه لم يرد فيها نص؟ فايضا يتوسع في هذا وهي في دائره العفو. حرمه التشبه باهل الفجور والفسوق اي عمليه تجميليه يكون العوده فيها الى المماتله والمجاراه والمحاكاه والمشاكله والموافقه لاهل الفجور والفسوق فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذه وخاصه نحن الان في عصر التشبه بالممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات اللي اكثرهم ممن لا خلاق لهم في الدنيا ولا في الاخره نسال الله العفو والعافيه. ابن طبعا مساله التشبه بابها واسع وتحتاج الى مزيد، من التشبه ايضا حرمه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فضلا عن التحول هذا الذي هو من من عظائم الامور في زماننا. من الضوابط ايضا ضابط حرمه النظر الى العورات. هذا الباب باب باب يعني صحيح في العمليات الجراحيه في العمليات الجراحيه كم بقي اخي ثلاث دقائق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه لكن لكن هذا النظر الان فيه نهي ربنا عز وجل قال وقل من يغضوا من ابصارهم وقل من يغضضن من ابصارهن فاذا في حرمه في منع ولكن اذا يجوز للحاجه يجوز للتداوي ويجوز للخدمة يقول في الإنصاف من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرها فحكم حكم الطبيب في النظر والمس ونص عليه وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نص عليه وقاله أبو الوفاء وأبو يعلف الصغير فإذا أحيانا يجوز يجوز للإنسان القائم بخدمة وهذا يحمل أيضا على الطبيب أنه يجوز في هذا الأمر وقد يكون هذا في جواز النظر للعورة للحاجة وليس فقط يعني الضرورة يجوز كشف العورة ولمسها عند الحاجة للتداوي قال العز بن عبد السلام ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المرؤات وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات لكنه يجوز للضرورات والحاجات أو الحاجيات الشربيني يقول واعلم ان ما تقدم من حرمه النظر والمس مباحات لحجامه ولو في فرج للحاجه الملجئه الى ذلك لانه في التح... لانه من الت... لانه يعني ليس محرما عند ذلك. من الامور ايضا حرمه التبذير والاسراف، هناك من يفعل عمليات بالملايين والالاف وال... بلا حاجه تبذيرا واسرافا. أيضا نرسل رسالة إلى الأطباء الذين يريدون أن يكسبوا الأموال كغيرهم من الناس بالدعاية والإعلان وتوجيه الناس إلى هذه العمليات حرمة الاستغلال والغبن وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله MashaAllah, sallallahu alayhi wa sallam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our dear brother uh, Dr Muhammad al Qatalani for his paper and for his efforts sharing with us all this knowledge. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to put it in his good deeds Allahumma ameen.